السلام عليكم يا اخوانا، يا رب تكونوا كويسين. الفيديو المره دي ملخص الفوت شامبيونز. عملت الكثير من التحديات اللي نزلت، اللي هم بوجبا وساديو ماني، وزي ما انتم شفتوا كده يعني في الباك اوبننج. فالتشكيله بتاعتي في الفوته دي كان فيها ناس كتير انا كنت بحبهم وعايز اجربهم. فبدون رغي كتير خليني كده ايه اوريكم التشكيله. بس ايه قبلها اعمل لايك وسبسكرايب وانزل تحت في الديسكربشن هتلاقي كل السوشيال ميديا اكونتس بتاعتي، اعمل لايك وفولو. ولو حابب كوتشنج ابعت على الانستجرام ونظبط الكلام مع بعض. خلينا اوريكم التشكيله على طول. التشكيله كانت اتي اليسون وراموس ولوسيو وتيو هرنانديز ووكر، صلاح ناحيه اليمين، امبابي كنت بلعب بمهاجم، كنت بلعب 4 4 1 1، وجينولو هو ناحيه الشمال، فهي اتاك ميدفيلدر، وفي النص بوجبا ويايا توري. التشكيله او الخطه اللي انا كنت بلعب بيها كانت 4 4 1 1، الويث 40، ديبث 50، والديفنسيف ستايل بالانس، دايركت باسنج تشانس كريشن، البيلد اب بلاي خليته بالانس، الويث 50، بلايرز ان بوكس 5، كورنرز وفري كيكس 3 و2. الانستراكشنز مدي للاتاك ميدفيلدر عندي كم باك اون ديفنس، والليفت ميد والرايت ميد مديهم برده كم باك اون ديفنس، يايا توري وبوجبا واحد مديله ستاي باك، اثنين مديهم ستاي باك واضح كده، والاثنين كفر وينج عادي سايبهم، الليفت باك مخليه اوفرلاب، والرايت باك خليه اوفرلاب. بعد الفيديو هقول لكم ايه رايي بالظبط وتقييمي لكل اللعيبه اللي انا جربتهم. برافو بويد يا ولد، يا جينولا يا ولد، يا كيليان يا كيليان، الله التحرك. ادي ديمتري بايه، بص دي حاجة عارف منتهى الوحشة والله. راح محمد، يا سلام، وهو كايل ووكر بطريقة عجيبة. ادي 4-0 يا كابتن، لازم تلعب. الله يا كيليان، الله يا كيليان، يا سلام. انتوا ايه حط يا ولد، حط يا ولد، سرعه سرعه صلاح ومبابي اتنين قدام قوي، سرعه قوي والله. الله يلا يا كابتن، يلا يلا يا كابتن، يلا يا كابتن، ده انا فتحت باكس كتير ومفيش اي حاجه طلعت يا كابتن، عايز افتح الباكس بتاعت الفوته. ادي بس الفرقه كده تحسها ما فيهاش ثغرات يعني، وانا بلعب رايفلز كان فيها ثغرات والله. حط بقى يا جدع، لا 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 ما اتحركش، بقول غلط غلط غلط، ايوه اطلع يا عم. جول دي، وبول بوجبا، وبول بوجبا يا ابن اللعيب، كايل ووكر. الواد بوجبا يا جماعه عالمي، انا مبسوط بيه جدا الصراحه، يا سلام. وحط يا بابي يا ولد يا كيلي ابي دي بروين كده، مش عارف والله لسه، بس محتاج استقر على التشكيله. اوبا دي بوجبا، بول بوجبا يا ابن اللعيبه، يا بوجبا الله، وهو يا ولد يا باي يا ولد، هو يا را يا ولد يا صلاح، حلو جدا البانيه بتاعت امبابي، جميل، حلوه قوي. يا الله على بطن الرجل، فتحه بطن الرجل دي بتير هنري. ها يا كابتن، ادي يا ابو سلوق، حلوة منه جدا، حلوة منه جدا جدا. حط يا ولد، البينية حلوة والتريحة بتاع التوريح حلو.
اه يا صلاح، يا نهار ابيض على الاثنين اللي ضربوا بعض دول. يا سلام، وحشة قوي يا راموس. يا راموس، لا يا راموس، حط يا جدع، حط يا جدع، لا يا راموس. راح كيليان. ويه، لا يا حاكم، كارت احمر دي صح؟ طيب اللذينة يا جدعان. يا ساتر، كيليا يا ولد، يا ديمتري يا فايل. سوري يا كابتن، سوري. ايوه بالظبط كده، تفضل تقطعها وتجيلي. يا نهار ابيض، هوب، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، زي الهجمه من اولها الصراحه. حط جول، لازم تبقى متضايق الصراحه. انا لو مكانك تبقى مفلوس. جول، حلوه 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 منه. والله العظيم حاجه متضايق قوي 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 قوي. حاجة تضايق قوي بقى تطلع، ما انت لازم تطلع، مع ان انت كنت تعمل ماتش حلو الصراحة، بس لازم تطلع من كتر اليأس والإحباط. لا يا حكم، ايه اللي حصل؟ يا الله، حط يا ولد، يا ساتر، ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ والله العظيم يا ولد، يا ولد، يا جنول، اطلع يا كابتن، اطلع راموس. لا يا راموس، لا يا راموس، حط يا ولد. على الشباب بدر صار كان بيعمل هنا بطيله الصراحه. حلو قوي يا صلاح، حلو. يا سلام، حلو يا سلام يا توري يا ولد. ابيض على الفرشه يا عيني، ده كلم نجيله خالص. الاحتفال حتى مستفز قوي، يعني ابني الاحداث ورا بعض كده، هتحس ان في استفزاز في الموضوع. حط يا ولد، حط يا ولد، انت ابو تريكه دي حلوة حلوة. راح جينولا، راح يا كابتن، برضه نكمل. ايوه كده، سلام يا كيدي وجينولا، يا سلام، اطلع يا كابتن. يلا يا كده، يا ولد يا ولد يا ولد، يا مبابي يا ولد،
حط يا محمد، حط يا محمد، اطلع حبيبي. حلوة 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 منك. حط يا ولد، يلا جول. يلا يا راجل، يلا مش بسايب. لا خسارة، نلعب آخر ماتش. حط يا كيليان، صح هو يا جدع. ايوه كده، اطلع يا تي ان بي 917 دبل او رانك 1. بالنسبه لراموس، انا لعبت قدامه كتير في الرايفلز، فكان عاجبني جدا جدا، ولما لعبت بيه برضو عجبني جدا، وبفكر ان انا ممكن العب بيه الصراحه في التصفيات. كان في الاول، اول ما نزل غالي، كنت قلقان شويه من ان هو يبقى قصير، متر 84 بس، الجامب بتاعه 99، وهو صدغه اصلا كده تحسه عريض. فانا بالنسبه لي راموس يعني ياخد 8 ونص او 9 من 10، يعني مدافع حلو جدا. بوجبا بقى التسعة مثلا، 9 ونص، بس اللي هيقلله ان الورك ريت بتاعه في الدفاع ميديوم، وان الويك فود ممكن مش 5 بس. انا عاجبني جدا جدا بوجبا، طويل وحتى دفاعه هو الورك ريت بتاعه ميديوم، وارقامه الدفاعيه مش احسن حاجه. لما هتدي له شاده هيبقى جامد جدا، انترسبشنز عاليه، الرجليه طويله، بساطته حلوه، حتى لما هتاخد بيه سبرنت هيبقى لطيف جدا. فانا فوق بصراحه كان عاجبني. ساديو ماني انا عملته بس ما جربتوش قوي، فالصراحه مش هقدر اقول لكم ايه رايي فيه كويس، بس لما كان نزل من على الدكه كان حلو، بس انا كنت عايز اجربه اكتر لما يكون اساسي، علشان لما اديله كيمستري اشوف ايه الدنيا. الواد فوفانا اللي جربته شويه كده وكان جامد الصراحه، فلو حد عايز يعمل نص ملعب يعمل فوفانا، فوفانا هيبقى جامد جدا. بس كده يعني، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك سبسكرايب، وأشوفكم بداية إن شاء الله. سلام عليكم.